هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على المنحة الدراسية اللي كتعطيها الدولة بالنسبة للطلبة ديال الجامعات أي الكليات المغربية وبالنسبة للطلبة ديال التكوين المهني أو في بيتي. غادي نتكلموا على العراقيل اللي كتواجهوها ونفسها هاد العراقيل هي اللي كتخليكم ما تشدوش هاد المنحة أثناء التسجيل، كتوقعوا في شي أخطاء أثناء التسجيل كتخليكم ما تشدوش المنحة. غادي نتكلموا عليها باش ما توقعوش في نفس الخطأ، وكذلك غادي نتكلموا شحال غادي تشدوا في هذه المنحه بالنسبه للطالب اللي كيقرا في نفس المدينه ديالو وبالنسبه للطالب اللي كيقرا خارج المدينه. بزاف ديال المعلومات، بقاو معنا. قبل كل شيء وكما قلنا غادي نتكلموا اليوم على المنحه الدراسيه، وشكون اللي غيشد المنحه؟ اللي غيشدوا المنحه هما دوك الطلبه الحاصلين على البكالوريا، ماشي نيوباك، ماشي الكاتريان، ماشي سيزيان، تا نقولوا اللي حاصلين على شهاده البكالوريا. اي هذاك الباك ديالك اما غادي تديه للجامعه اي الكليات المغربيه ومن تما يمكن لك غادي تحصل على المنحه الدراسيه، او لا غادي تديه مراكز التكوين المهني او في بي تي، يعني غادي تكون نتايا تقني متخصص. اذا حاصل على شهاده البكالوريا هو تقني متخصص، انت غادي تحصل على البكالوريا الا كنتي معوز. هما تيقولوا الا كنتي معوز تسجل، وإلا كنتي في حاله يعني راك كما تنقولوا لاباس عليك تيقول لك ما تسجلش، ولكن ان فوا كتشد البكالوريا كتقول لك هذيك المؤسسه كتعطيك في واحد الورقه تقول لك تسجل في موقع منحتي. هاد موقع منحتي اللي كتسجل فيه، كتسجل فيه معلومات ديالك، معلومات الاب، معلومات الام، شحال عندك من خوت، واش عندكم بيت، واش عندكم كوزينه، واش عندكم، شحال عندكم من بوله في الدار. هادو اسئله غيطرحوا عليك، اش عندكم من بوله في الدار، واش عندكم جوج بوطات، واش عندكم جوج ثلاجات. كيبقاو يسولوك شي اسئله اللي غادي تحسبهم غريبه، غادي تجيك انت مضحكه للغايه. غادي تجاوب على هذوك الاسئله وغادي يقولوا لك واش باك يعني متقاعد، واش مياوم، واش كتخلص النهار، واش كتخلص الشهر. انت غادي تحط في ديك الخانه اش باك، وغادي يقولوا لك شحال كيتخلص باك في السالير، شحال تيشد باك في السالير ديالو. الا درتي ليه 100000 ريال راك ينسرات كما غادي تشدها، والا درتي واحد 60000 ريال ممكن عندك واحد الحاله ضعيفه، وإلا درتي ليهم انا باهي طالب معاش وكيشد واحد 50 درهم في النهار راه انت من الاولين اللي غادي تشدها. وإلا قلتي ليهم كيشد باك في الشهر 40000 ريال راه غادي تشدها من الناس 30، وإلا درتي ليهم باك يشد 30000 ريال غادي تشدها من الناس تاع الدفعه الثانيه، لان المنحه كتقسم لثلاثات دفعات. كاين اللي تيشدها من الاولين كيشدها مع الناس ديال شهر 10، وكاين اللي تيشدها في الدفعه الثانيه في الناس ديال شهر 12، وكاين اللي ما تيشدها حتى الاخر ديال شهر 1. يعني الا ما شديتهاش في الاول تتسنى زهرك يرميو الاوراق تاع اللوائح المقبولين في الدفعه الثانيه، او الا ما طلبت الا ما كان زهرك هنا راه تلقاهم في الدفعه الثالثه وتقدر ما تلقاش. علاش؟ حيت انت اللي درتي العراقيل في التسجيل، العراقيل في التسجيل مشيتي قلتي احنا عندنا دار في الملك ديالنا، حنا عندنا 8 البولات، حنا عندنا جوج ثلاجات، حنا با كيتخلص 70000 ريال، ما غاديش يعطيك، ما غاديش يعطيك، كون هاني، هادي ما غاديش يعطيك. ولكن إلا قلتي هادشي اللي قلت في الأول وهو اللي قلتيه وقول أنا ما عنديش وكذا وكذا وكذا، راك غادي تكون من المقبولين ديال المنحة إن شاء الله، وغادي تحصل عليها. ولكن تندوزو فاش من مورا التسجيل كدير رقم الهاتف ديالك وكذا وكذا، وكدير الجهه والعماله من موراها. فاش في الصيف يعني في الصيف شهر 8 غادي يتصل بك المقدم، غايقول لك فلان جيب لينا البطاقه ديال الاب ديالك، جيب لينا البطاقه ديال الاب ديالك، الصوره ديالك الصوره ديالك نتايا، كتمشي كديها ليه وكترجع في حالتك حتى شهر 10. عاد كتمشي الاول الاخر تاع شهر 9 كتمشي للوائح كتلقى الاسماء وان شاء الله غادي تكون من المقبولين. دابا غادي يكون طاح لك واحد السؤال في راسك، غتقول شحال تيشدوا في هذه المنحه الدراسيه؟ غادي نجاوب بالنسبه الى كنتي انت طالب سواء في الجامعه او في التكوين المهني وكتقرا في نفس مدينتك، فين كاينه داركم، فين كاينه جامعتك، او فين كاين التكوين ديالك، غادي تشد نص ديال الثمن. شحال؟
غادي تشد 19000 ريال، غتشد 19000. وإلا كنتي تتقرا خارج المدينة ديالك راه غادي تشد 38000 ريال، وهاد 38 كل 3 شهور غتشد 38. يعني كاين الأولى، كاين الثانية، وكاين الثالثة. هي هو في الدفعة الثالثة اللي هي الأخيرة اللي كتكون في 15 ماي في كل نصف شهر 5، غادي تشد بالنسبة لك انت ولد المدينة ديالك فين كتقرا غادي تشد 24000 ريال أو 25000 ريال، 25000 25 هي ديك 24 كتبقى من واحد افراك ما كتخرجش، هذا علاش قلت لك 24. المهم 25000 ريال. وبالنسبه الى كنتي تتقرا في خارج المدينه ديالك فراه كتشد 54000 ريال، 54000 هذه في الاخيره. ولكن دائما الاولى والثانيه راه 38 38 بالنسبه اللي كيقرا خارج مدينته، واللي كيقرا في مدينته 19 19 حتى الاخرى عاد يشد فيها 25، وداك اللي خارج مدينته حتى الاخرى عاد يشد 54. تمام فاهمين؟ وفاش غادي تقبل ان شاء الله في ديك المنحه وتلقى سميتك غادي تمشي عند لافاك او التكوين او بلاصه المنحه فين كتبوا لك تجي، يعني فين قالوا لك تجي، ويقدروا يقولوا لك البنك المغرب او لا تمشي لافاك. كل عام اش كيديروا باش دير لهم دوك الوثائق اللي غادي تلقاهم في ذاك المركز فين تقرا راهم مسجلين. من موراها غادي تحصل على بطاقه ديال منحتي، ها هي مصور فيها طالب وطالبه، وان شاء الله تشدوها يا ربي، غادي تشدوها ان شاء الله باش تحصلوا على هذاك المبلغ. وغادي يعطيوكم الكود، وداك الكود غتدخلوا للتليفون ديالكم وداك الشيء غيولي عندكم لابليكاسيون. يعني وقت ما خرجت المنحه راه كتوصلوا بها في لابليكاسيون وكتمشيو تيريوها. كان هذا هو الفيديو اللي خاص بمنحه ديال التعليم العالي والمنحه ديال التكوين المهني او بي بي تي. نتمنى ان المعلومه اللي عندي قدرت نوصلها لكم. الا كاين اي تساؤل فمرحبا كتبوا لي في الكومونتير وانا غادي نجاوب على اي تساؤل ديالكم كيف ما كان. وبالنسبة للفيديو الجاي غادي نتلاقاو باش نتكلمو على الفرق بين الجامعات وبين التكوين المهني أو بي بي تي وما هو الأقرب لسوق الشغل. بقاو على خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.